صباح الخير يا أطفال، كيف حالكم اليوم؟ سنتعرف معاً على الجراثيم والنظافة. أولاً، ما هي الجراثيم؟ الجراثيم هي كائنات صغيرة جداً. أين توجد الجراثيم؟ على اليد الوسخة. لاحظوا، يوجد الكثير من الجراثيم. ماذا نفعل لنتخلص من هذه الجراثيم؟ نغسل يدينا بالماء والصابون فتصبح اليد نظيفة خالية من الجراثيم. على الأسنان المسوسة نرى كثيرا من الجراثيم. لاحظوا، ماذا سنفعل؟ يجب أن نفرش أسناننا صباحا ومساء بالمعجون والفرشاة لتصبح أسناننا سليمة ونظيفة وجميلة. الولد المتسخ، يوجد عليه كثير من الجراثيم. ماذا يجب أن يفعل؟ يجب أن يستحم بالماء والصابون ليصبح ولدا نظيفا. لاحظوا هذا الشارع، إنه متسخ جدا. لاحظوا الجراثيم كيف هي على القمامة، والقمامة تملأ الشارع. ماذا يجب أن نفعل؟ يجب أن نرمي الأوساخ أو القمامة داخل السلة ونغلقها جيدا ليصبح الشارع نظيف. اشطب ما هو مصدر للجراثيم. سنشطب هذه الخبزة لأن عليها جراثيم، وأيضا اليد الوسخة عليها جراثيم، والأسنان المسوسة عليها جراثيم، والقمامة الموجودة خارج السلة عليها جراثيم. أما الولد الذي يستحم داخل حوض السباحة فهو نظيف، لا نشطبه.